ترى وانتي دارك تشوف فيا لانك حب تحافظ على سلامتك وسلامة عائلتك. خليك في دارك. ايش خليك في دارك؟ هاي هاني قاعد في الدار وش ندير؟ ما عندي من يرسي يقوم نغسل معاينا يا ما تصلحش يا خلينا ما يشان فيها ما ودي وصلاح والله يا صاحبي غال فكرة دي مش دخل الراس صح من جهة أخرى عندك حق جربوا خلاص أخوي الواحد هم وايش بدنا ندعي وش خلاص هذا وش سيد حاجة يا اخويا انا طول معي انت انا دارك الله اكبر سمع الله لمن الله اكبر أولا محمد واش هذا شك دير ما نوكس بيش أسبار إلا نعمل حجر المنزيل معلش أخوي يعطيك الصحة يا ربي أنا